بعد وجب الذكر ان رسومه الديمقراطيه هو اللي تشاهدوا دابا يعني قاع عاملوا عن اخرها، وهذا الى على شيء تدل على ان الديمقراطيه الحمد لله بخير، وعلى ان كاين مقاربه تشاوريه وتشاركيه لمعالجه القضايا ديال المواطنين اللي حنا اليوم بصدد مناقشه قانون بالاهميه بالمكان. هذا القانون اللي تنتمناو يحمي يعني المبدع والفنان من الحاجة ماديا ويحفظ الكرامة، وطبعا يكون تدبير وتسير ديالو من طرف المعنيين بالأمر نفسهم، الأطباء تيسيروا نفسهم، الصيادلة، الموثقين إلى غير ذلك. اليوم إذن غنسمعوا المعنيين بالأمر كاملين، ثم إن شاء الله غنقدموا التعديلات على دور ما سوف يتم من خلاصات في هذا اللقاء ان شاء الله. شكرا. هو حضور في الحقيقه اولا لفهم مجموعه من الاشياء المتعلقه بقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاوره، وهذا اليوم الدراسي هو لتدرس ايضا حيثيات مشروع هذا القانون الذي اثار جدلا كبيرا. اعتقد الان نحن في خضم مساله حقيقيه تتعلق بالفنان وكرامه الفنان وحقوق الفنان الى ما غير ذلك، وبالتالي الاشتغال على هذا القانون، الاشتغال ايضا في هذا اليوم الدراسي مع مجموعه من المتدخلين سواء من الفرق النيابيه او حتى مجموعه من الشخصيات والاسماء المهمه ذات الوزن اللي تعطينا بعض من الخلاصات الحقيقية لهذا المشروع الذي أثار جدلا. نحن الآن أنا شخصيا أعتقد بأنه يجب التريث، يجب الاشتغال على هذا القانون بذكاء وفهمه بذكاء، والاشتغال والانخراط على كل حيثية من باب التشاور والاستشارة والفهم والجدل المصاحب لذلك، والاشتغال على موديلات ممكن أن تكون مركبة ولكن لابد أن نركبها على الصبغة المغربية، لأن نحن كمغاربة لدينا أيضا خصوصياتنا مما يخص حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ولا يجب أن تكون فقط لديها علاقة بما هو أجنبي أو ما هو فرنسي. على كل حال أعتقد أيضا بأنه أخذ الوقت الكافي للاشتغال على هذا المشروع، لأننا في حاجة أن نخرج قانونا متكاملا متماسكا لديه أكثر من معنى حتى يستمر النقاش الإيجابي والذي يمكن أن يكون نفعا لكل الجميع. أول حاجة كنشكركم على الاستضافة، وانا جيت سعيد التواصل معكم. حضوري حال حضور ديال جل الفنانين والموسيقيين والمبدعين لمناقشه القانون الجديد الخاص باللابيمديه. نتمنى ان شاء الله هذا اللقاء يكون عنده ثمره ويكون يخرج بواحد الاستفاده للفنان ويصف الفنان، لانه كما كتشوفوا هذا العام اللي داز عرات على الواقع وعلى الفن ديالنا وعلى المشاكل اللي كاينه. نتمنى ان شاء الله هذا اللقاء نخرجوا بثمره النجاح ان شاء الله، ونكونوا موفقين مع المعارضة ونلقاو شي حل ان شاء الله يناسب الفنان ويكون منصف للفنان. شكرا على الاستضافة.